برضو بعيد عن الترتيب تمام. حسين الشحات مكمل مع الأهلي ولا مش مكمل مع الأهلي؟ خلينا نبقى متفقين يا كريم ان حسين الشحات من اللعيبة المهمة جدا الموجودة في النادي الأهلي وافضل لاعب في مصر الموسم ده من وجهة نظري. تأثيرا ورقميا حسين الشحات شارك في 30 ماتش، ساهم في 17 هدف مع الأهلي، 7 اجوان بس في دوري ابطال افريقيا، كان مؤثر مع النادي الأهلي في دوري ابطال افريقيا وفرق كتير. حسين الشحات حتى من كواليس رقم 10 كده، حسين الشحات متمسك جدا بالنادي الأهلي وبالنسبة له لازال النادي الأهلي هو رقم واحد. مظبوط. حسين الشحات شايف ان ضحى قبل كده عشان جمهور النادي الأهلي والنادي الأهلي، ومستعد يضحي تاني عشان جمهور النادي الأهلي بالعرض الكبير جدا اللي جاي له من الدوري السعودي. مهم قوي ان الأهلي يخلص المفاوضات مع حسين الشحات في الوقت الحالي. الأهلي كان مدي مهلة لحسين الشحات قبل الانضمام للمنتخب لبعد معسكر المنتخب، في خلال الأيام القليلة اللي جاية حسين الشحات هيحسم أمره مع النادي الأهلي، وأتوقع بنسبة تتعدى 90% حسين الشحات هيجدد للنادي الأهلي، لأن حسين الشحات عنده رغبة كبيرة جدا ان هو يستمر. حسين الشحات عنده رغبة مهمة ان هو ما يغزلش جمهور النادي الأهلي، هو شايف ان جمهور النادي الأهلي بيحبه، هو شايف ان في علاقة بينه وبين جمهور النادي الأهلي خاصة جدا، وهو مش بيبص للجزء المادي بنسبة كبيرة. وطلبات حسين الشحات بالمناسبة مش كبيرة، مش عائق بالنسبة للنادي الأهلي، فأنا أتوقع استمرار حسين الشحات والتجديد ليه في خلال أيام قليلة. سألك سؤال يا حنفي في النص، كنت لسه بتكلم عنه النهاردة تقريبا في الحلقة كلها، لو أنت تاخد مثلا من الأهلي 15 مليون جنيه في الموسم وهتاخد في النادي السعودي 100 مليون وشوية تمام، هنا انا على فكره انا مع، انا بميل دايما لفكره الانتماء وبحب الناس اللي عندها يعني انتماء واصل و يعني الناس بتعرف المعروف بشكل كويس، وحسين الشحات يعمل ده بشكل كويس، بس الفرق كبير ضخم يعني يخوف. انا بقعد بقول لنفسي هو انت لو مكانه هتعمل ايه؟ انا بتلخبط. حسين الشحات هو في الدوري الاماراتي قبل كده، هو في العين كان جاي له عرض كبير برضو في الوقت اللي كان النادي الاهلي بيفوضه، بصراحه كان في البيك في مستواه في العين بالظبط كده، وكان عامل كاس عالم للانديه مع العين هايل، وماتش قدام ريال مدريد كبير، وكان عنده عروض من الدوري السعودي ساعتها لو نفتكر، وحسين الشحات فضل النادي الاهلي. صحيح. انا معاك ان الاحتراف دلوقتي هو السائد في الكوره. صحيح. انا بدور على مصلحتي فين طالما انا مش بضر حد، ولكن في دايما مساحه صغيره. ميسي راح امريكا وساب برشلونه بالظبط يعني ما فاهم، يعني ورونالدو راح الدوري السعودي بعد المشوار الكبير في مانشستر يونايتد بالظبط. فدايما في مساحه صغيره لسه في الكوره في حتة ان انا بحب الحاجة دي. حسين الشحات من الناس اللي بتحب النادي الاهلي جدا، من الناس اللي بتحب مرتبطة بجمهور النادي الاهلي وحابة ان هي تستمر في النادي الاهلي. انا شايف ان حسين اضافة كبيرة جدا للنادي الاهلي. الاهلي كان في حتة كده ان اصلا ما كانش حاسب امور حسين من زمان. أيوة. يعني المفروض حسين لاعب كبير ما تسيبوش لحد الديدلاين وتبدأ تتفاوض معاه للتجديد. بس ده ليه؟ ده ليه؟ لان حسين الشحات في فترة من الفترات في بداية كولر ما كانش بيلعب اساسي. قبل كولر حسين الشحات كان الاهلي كاداره وجماهير متقبلين فكره ان حسين الشحات اصلا بالظبط كده. حسين الشحات في اول الموسم ما كانش اللاعب اللي انا بقول لك الاهلي هيسيب حسين الشحات، انت كمشجع اهلاوي مش هتخض. لكن السيزون اللي عمله حسين السنه دي مع النادي الاهلي بيخلي كل جمهور النادي الاهلي بيقولوا ان احنا ازاي سيبنا حسين لحد الديدلاين ما جددناهوش. صحيح. طيب